sensació que qui sàpiga dominar millor les emocions en un partit com el de demà si acabarà endur-se la victòria? Gràcies. نعم كل شيء ممكن، هذه هي نوعية المباريات التي يمكن أن تتفق فيها عديد من الأشياء. بكل تأكيد يجب عليك أن تستعد، نعرف جيدا أن هذا الأسبوع نحن نأتي من سلسلة جيدة من المباريات وهو أسبوع مهم بكل تأكيد، وأعتقد أنها هي مباراة ختام هذا الأسبوع المليء بالمباريات. إذن أعتقد أن كلمة السر هي في أسلوب اللعب، يجب علينا أن نركز، لا يمكن أن نفكر في ديناميكية سلبية وهذه الأشياء التي لا تنفع كثيرا، لا يجب علينا أن نفكر كثيرا، نعرف أننا سنواجه ريال مدريد، ولكن دائما ننظر إلى مسيرة ريال مدريد عندما يأتي إلى برشلونة ويلعب في الكامب نو، ونريد أن نغير هذه النظرية. نعم أنا قررت من سأقحم أو التشكيلة الأساسية، ولكن لا يجب أن نتحدث عنها الآن. يجب علينا أن نقيم المباراة، وأعتقد أن التشكيلة مناسبة. لا، سنتحدث غدا. نحن لا نركز كثيرا في هذه الأشياء بكل تأكيد، ولكن عندما تأتي ساعة التحضير للمباراة لا نركز في هذه الأشياء كثيرا أو في هذه المسائل، نحن فقط نركز في الخصم. الخصم نعرفه كفاية لكي نعرف أن لديه مجموعة رائعة من اللاعبين واللاعبين الكبار، نعرف من يلعب من العمق ومن يقوم بعكس الكرات من الأطراف، وهذه الأشياء التفاصيل. إذن لا نريد أن نركز في أشياء بعيدة عن كرة القدم. أمامنا ثلاث نقاط، ربما في هذه البداية ليس هو بالفارق الكبير أن نكون على بعد من ريال مدريد بأربع نقاط، نعرف أن الأزمات التي تمر بفرق مثل ريال مدريد أو برشلونة تنتهي بسرعة، ولكن اللاعبون على أرضية الملعب يقومون بأشياء مختلفة وإيجابية. في بداية الموسم قلت في مقابلة أن ريال مدريد يضعف كثيرا بدون كريستيانو. في بعض الأحيان ريال مدريد في بداية هذا الموسم كان لامعا ولعب بشكل رائع، ولكن ربما كانوا يحسنون الضغط العالي والاستحواذ على الكرة والسرعة، ولكن مر بفترة سلبية من النتائج غير الجيدة. ولكن بكل تأكيد في بعض الأحيان كريستيانو لاعب مهم جدا بطبيعة الحال، والجميع كان ينتظر كيف سيرد ريال مدريد الفعل بدون كريستيانو، وكيف سيلعب ومن سيسجل. قمتم بمرتين رائعتين أمام إشبيليا والإنتر، والفريق يلعب بمجموعة وبجماعية بدون ميسي، هل ستؤدون بنفس الشكل غدا؟
نحن يجب علينا أن نتحلى بشخصيتنا بميسي أو بدون ميسي، يجب على اللاعبين أن يكونوا لحمة واحدة وفريق واحد، وعندما نكون كمجموعة في الأوقات الإيجابية والأوقات السلبية هذا سيساعدنا كثيرا خاصة في مباراة الغد. إذن يجب علينا أن ندافع معا وأن نهاجم معا، ويجب أن نشدد على أسلوب لعبنا. ما تراه في ريال مدريد، ما هو الذي فاجأك كثيرا؟ هل استقبال الأهداف الكثيرة أم ليس لديه الحظ في تسجيل الأهداف في الهجوم؟ لا أعتقد أن ريال مدريد فقد السيطرة على المباريات، هو فريق دائما يخلق الفرص، ربما لم يكن موفقا أو ناجعا أمام مرمى الخصم، ولكن بكل تأكيد يخلق عدد كبير من الفرص في كل مباراة لكي يسجل منها الأهداف، وهذا مؤشر على المستوى العالي في الهجوم في ريال مدريد. إذن يجب علينا أن نحذر كثيرا، لأن جولين دائما يركز في خلق الفرص وأن يكون قريبا من منطقة الخصم. إذن بعد ذلك تعتمد على نجاعة المهاجمين. كانت هناك بعض الحديث عن ديمبلي وأنه يصل متأخرا إلى التجمع. وكانوا يمزحون في آخر مباراة ويقولون أن ديمبلي يأتي متأخرا إلى التدريبات والمباريات. لا أعتقد ذلك أن يأتي متأخرا قليلا، دائما هناك أشياء تحدث، ولكن هذا ليس بالمهم. أنا دائما أركز في الأشياء الرياضية، ما يعطيه داخل الملعب، والأهم أنه جاء متأخرا. لا أعتقد أن ذلك شيء مهم. نحن نتحدث مع اللاعبين في القائمة وهو كان في مكانه الصحيح. إذن لا يمكن أن نتحدث عن هذه الأشياء ونبتعد كثيرا عن الحقيقة ونبتعد عن كرة القدم. نعم، هو لاعب شاب، يجب علينا أن نساعده وأن نقدم له دائما الدعم. نتحدث عن غيابات ميسي وكريستيانو، وبكل تأكيد الآن قبل بداية المباراة، من هو الفريق الذي سيستفيد عن غيابات الآخر؟ بكل تأكيد كريستيانو خرج من ريال مدريد منذ بداية الموسم، وميسي أصيب قبل أسبوع. إذن أن يغيب كريستيانو عن ريال مدريد وأنه رحل، هو رحل في الصيف ولم يرحل قبل أسبوع. إذن أعتقد نحن دائما ربما نهتم كثيرا بغياب كارباخال، لأن كريستيانو لا يلعب مع ريال مدريد منذ بداية هذا الموسم.